نقول مقادير العيش، محتاجين كوبايتين دقيق ومعلقة صغيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، 4 معالق كبار زبدة متدوبة، و2 معلقة كبيرة زبادي اللي هي علبة الزبادي، يعني دي ممكن نستخدمها، ومية دافية بقى للعجن. يلا بينا. على الوجه هنحط ثوم مفروم، كزبرة مفرومة، وحبة الزبدة اللي هما معانا دول، ودول اختياريين، يعني لو انتوا حابين اوكي، مش حابين خلاص. طلع اول حاجة كده علشان نبتدي العجن ونحط كل حاجة على بعض. العيش ده لطيف قوي، ممكن يتعمل من غير خميرة، لو حابين هيبقى بس الزبادي ما ينفعش يتشال، يعني الخمران اللي فيه هيجي من الزبادي، ممكن نشيل الخميرة، ما بيتخمرش كتير خالص، يعني كبير وكبير ومعانا ساعة، بلاش اكتر من كده. ساعة الا ربع اوكي، نص ساعة اوكي، كل ده تمام، بس اهم حاجة ان احنا نحط الزبادي ونسيب العجينة ترتاح خالص وتخمر هي بالزبادي. عايزين نحط نص معلقة الخميرة؟ تمام. هنحط زي ما احنا متعودين الخميرة على السكر وندوبها بمية دافية. ينفع طبعا نحط الخميره من غير ما نعمل كده، مفيش اي مشكله، بس ابقى متاكده ان الخميره بتاعتي شغاله، يعني لسه فاتحه الكيس والكيس تمام، مش مفتوح من قبل كده. دايما بقول لكم لما نيجي نشتري الخميره بلاش العلب الكبيره اللي بتسيبوها مفتوحه في الثلاجه فبتتعرض لرطوبه فبالتالي بتبوظ، يستحسن ان احنا نشتري الكيس ويبقى الكيس على قد استخدامنا. بنسيب الكلام ده في المية الدافية لحد ما الخميرة تخمر وتعمل البابلز دي والفوم زي ما بنشوفها، وبعدين بنحطها. هجيب الزيت كمان، هنحط كده على الدقيق شوية زيت، هنحط الزبادي زي ما بقول لكم، محدش يستبدل الزبادي بأي حاجة، الحل الوحيد يبقى اللبن الرايب. نحط الملح. هعجن بايه؟ هعجن بميه دافيه، ممكن اعجن بلبن، لو حابين تعجنوا بلبن مفيش مشكله. هحط كده بقى، نعتبره ان هو اشتغل، ونبتدي بقى ايه نعجن. جنبي دقيق عشان الم العجينه بيه لو حبيت، وجنبي ميه على ما العجينه تلم معايا، هتبقى كده مظبوطه. العجن بالزيت لازم نعجن بايدينا عشان نحس امتى العجينه بتلزق، امتى هي مظبوطه، امتى بتلم. فانا الحقيقه بحب جدا اعجن بايديا زي ما احنا شايفين كده. هحط بقى شويه ميه بشويه ميه صغيرين. الزبادي مهم جدا في الوصفه دي، بيطري وبيخلي العيش طري بشكل من جوه. نعجن كويس، نطمن ان هي اتعجنت. عايزه وانا بعجن هروح اسخن الطاسه، مش شرط على فكرة ان العجينة تلم كلها بالدقيق وتنشف، مش دايما العجينة الستيكي اللي بتلزق دي تبقى وحشة خالص، هي لما هتخمر وترتاح هتديكوا القوام اللي انتوا عاوزينه، فبلاش من الاول قوي تبقى كلها دقيق ولما نفسها بزيادة، حبة دقيق كده نلم بيهم ونسيبها علشان الستيكي ده هو اللي بابة او الحتة اللي من جوه اللي بتبقى طرية وبتبقى حلوة وبتظبط مع الخمران. تمام، انا كده مثلا خلصت، خلاص هروح لما العجينه واسيبها تخمر قد ايه، هسيبها تخمر ماكسيمم زي ما بقول لكم ساعه، مش اكتر من كده، يستحسن اقل من كده، معاكم من نص ساعه تقدروا تشتغلوا بيها على النار. هنسيبها بقى هنا تخمر وهنغطيها ونروح نشوف اللي احنا خمرناها قبل ما نطلع على الهواء.
نلم كده حوالينا. طاسه بتسخن هحط فيها شويه زيت مش كتير، حبه صغيرين، وبرده ما تسخنش بزياده قوي. فهي دلوقتي سخنت، هنزل النار سنه. واحنا بقى بنشكل العيش بتاعنا مش عايزين يبقى رقيق قوي، بنسيب له شويه تخن كده، بس هو مش عيش بينفخ، هو هيبقى عيش وطري بس مش منفوخ كده. الطاسه سخنه وفيها شويه زيت، نروح بقى نحطها كده، نوزع بس الزيت كده على الطاسه. مش هنقلب دلوقتي، هنسيبه يعمل الطبقه الاولانيه، عينينا عليه، رش شويه دقيق واحنا شغالين، وبرده مش كتير. انا بعد ما سبته يخمر كورتهم كده الكور دي اللي انتوا شايفينها، وبعدين بنشتغل بيه على طول في الطاسه. نروح نبص على النان اللي في الطاسة ونظبط كده هنا، يبقى كله بس سوا واحد على قد ما نقدر، يعني الشكل مش أهم حاجة، بيطلع مدور كده وخلاص. ابتدت فيه فقاعات تظهر، بصوا ابتدى يظهر اهي. نجهز واحدة كمان. العيش ده بيتاكل حاف من حلاوته. الخلطة بقى اللي بنعملها في الآخر ليه ده، نقلب بقى على الناحية التانية كده. أول ما نلاقي اللون ابتدى يتحول من تحت، رش الدقيق كمان، نعمل كده، نبطط كله عشان يبقى مدور بإيدينا، وبعدين نفرد وما نفردش العجينة بزيادة. أنا العجينة دي بعمل بيها حاجات كتيرة قوي، وبتبقى عجينة منقوشة جميلة كمان. زي الفل. نروح نبص على الرغيف بتاعنا اخباره ايه، لسه شويه لسه شويه. انا وطيت النار، مش عايزه اعلي قوي، خلوا برضو انتوا النار بتاعتكم تكون في الاول الطاسه سخنه جدا، تنزل على الطاسه سخنه، ونبتدي بعد كده نهدي النار سنه صغيره. مش بوطي، لا بهدي النار، يعني هي عاليه جدا طاسه سخنه جدا، ابتدي بقى هدي النار سنه صغيره علشان تسوي العيش من جوه كويس ويعمل الطبقتين بس ايه بالعقل. لو حابين نطلع فاصل اوكي، بس ثانيه واحده ممكن اعمل اوريهم بس الطبقه الثانيه بتاعه الرغيف وبعدين ايه نطلع. بصوا الطبقه الثانيه اهو، بس لسه برضو هتكمل. طلعت اهو، ده تالت رغيف، بقي لي رغيفين، هحاول احطهم جنب بعض، بحاول علشان نبتدي في الوصفه الثانيه سريعا سريعا. نهدي النار شويه بس كده، عايزه ابص اشوفوا ايه الالوان من تحت. الطاسه لما بتسخن قوي ممكن ايه تدخن كده. هدينا النار، دي السمنه، وادي شويه من الكزبره كده على الثوم. ممكن ملح وفلفل كده، العيش كده،
وهو سخن بقى ننزل ايه بالخلطة دي على العيش. انا عامله كمان كميه قبل ما نطلع اهي، ومجهزينها كل حاجه. طعم الثوم والزبده بقى بيسيح والروايح بتطلع. يلا نحطهم هنا.